كم اعمار اللي موجودين في البرنامج هذا حق البراعم؟ البرنامج الوطني للبراعم. طبعا البرنامج الحين عندنا كل سنه احنا نزود سنه، يعني السنه هذه في برنامج عندنا جديد للبراعم من مواليد 2010 السنه هذه. اي العام الماضي كان 9، السنه هذه 10. لا اقصد معدل الاعمار انتم تاخذون من 12 ل 18، من 10 من, من 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 13 فما دون اللي احنا نبدا معاهم. احنا البرنامج من 13 فما دون. طيب اللعبه دي قلت تعتمد على الاطوال والبنيه الجسديه، في نعم اطفال اعمارهم 13 و12 اطوالهم مناسبه؟ نعم، في لاعبين اطوالهم مناسبه، وفي لاعبين في عندنا كشافين في مواصفات معينه للهيئه والجسم واليد، وايضا التواصل مع الاسره ومعرفه اعمام اللاعب وخواله. اذا كانوا يتميزون بالطول فهناك تنبؤ انه اللاعب هذا ان شاء الله راح يتجاوز ال 190 او المترين. ايضا انا اشوف كل الكلام اللي قلته كلام عظيم، يعني بس اعظم ما فيه ان عندك دوري مدارس. نعم، هذا مره مهم، مره مهم، مره مهم. دوريات المدارس في الالعاب 10 مرات مهم. صحيح. واكثر شيء كمان عجبني انه انتم المواهب الممتازه انك ممكن انت تتدخل وتسجله في الجامعه او مقعد جامعي، لانه طالب موهوب، لانه لاعب موهوب ممكن يفيد. هذه نقطتين يعني غايه في الجمال.